مرحبا. رئيس نادي نادي اولمبيك مغرب كاع الكره الحديديه اليوم تتنظموا الدوري السنوي للعبه، بغينا ناخذوا الارتسامات ديالكم، تقييمكم لهذا التنظيم من ناحيه التقنيه من ناحيه تنشكركم ناس رجال الخفاء، ناس ديال الصحافه على المجهودات ديالهم والالتفاته ديالهم صوب لهذه الرياضه، اللي هذه الرياضه تنحاولوا نبذلوا لها مجهود باش نبينوا على الساحه الوطنيه، حيت كاين ما نقولش ايمال ولكن باقي ما كاينش واحد الاهتمام لواحد الفئه عريضه اللي هما الشباب اللي دابا تيمارسوا هذه اللعبه ديال الرياضه الكره الحديديه. وهاد الانشطه اللي تنديروا نشاط دوري سنوي ديالنا ديال العصبه ديال التادله، تابع العصبه التادله ام الربيع اللي تابع الجامعه الملكيه للكره الحديديه. 23 سبتمبر 2018 نظمنا الدوري ديالنا والحمد لله جبونا ارتسامات على الناس ديال السلطات، على الناس ديال مكتب المديرين، على الناس رؤساء الانديه، لا اللاعبين، لا كلشي على حسن التنظيم، وهذا لا دل على المجهودات ديال اخواننا للمكتب المسير ونا المنخرطين، وبالاخص اللجنه الاجتماعيه اللي رئاستها سي صالح العازم، وكان مع مشاركه مع الاخوان جداري عبد الكبير والسي خالد نعامه واشمراح وموجان اللي بذلوا واحد المجهود كبير في تهيئه الملاعب هنا مع لجنه الاعلام والتكوين اللي كاين فيها الاخ أقودال عبد الغني ويوسف عقاوي زائد منخرطين وزملاء اخرين. على المستوى التقني كيفاش تشوفوا السي؟ على المستوى التقني الحمد لله بان واحد المستوى عالي ديال اللعابه، وبان ان هناك تحسن، وبان ان كاين هناك اجتهاد من الناحيه التقنيه للعابه وروح رياضيه يعني في حد ذاتها يعني اكثر ما هو تقني. اما هو الجانب التقني شي حاجه اللي هي سهله يقدر اي واحد يمارسها، ولكن اللب والمغزى من هذه الكره هي العلاقات تنظن هي الشعار ديال الدوره. هذاك الشيء علاش درنا شعار ان هذوك الكرات مجرد كرات من حديد ولكن تتولد واحد العلاقات اللي علاقات من ذهب. وتنشكركم اخوان وشكرا جزيلا. شكرا شكرا سي ساتور رئيس النادي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.